الأول بروح على الإخوان المسلمين. تقول شن عندك مع الإخوان؟ ما حدش، كل خير وكلهم ناس طيبين. دائما الإخوان المسلمين يدعون لمحاربة الفساد وأوجه الفساد والإصلاح، وإحنا وياهم في هالمنطق فقط، أما توجههم السياسي كروس. فالأمين العام لتنظيم الإخوان إبراهيم منير راح حضر أمام النائب البريطاني، فسأل النائب البريطاني قال شنو موقفكم من الشذوذ الجنسي؟ اتوقعوا ردهم شنو؟ المفروض يقولون ما يجوز، وهذا حرام وشرعا، ونحن نمشي على الشريعة والدين. قال هذه حرية شخصية. قال لا لا لا، مو معقول. شوفوا الأمين العام لتنظيم الإخوان الدولي، عطني يعني. I'm going to ask you a yes-no question. If the answer is yes, it doesn't need more explanation. If it's no, I'd be grateful for it. Do you accept that in sexuality, an individual is entitled to a private life which the law should not interfere with? Yeah. So, the sexuality and what else? Well, let Dr. Al-Tukriti answer. هل الفرد في المجتمع الحق في اختيار يعني اختياراته من حيث الحياة الجنسية في حياته الخاصة؟ يعني الأمر الطبيعي في كل في المجتمع في على الأرض الآن، كل مجتمع له مثله وكل مجتمع له خصوصياته. نقول أن الإنسان حر، الله سبحانه وتعالى أعطاه الحرية في أن يفعل ما شاء، لأن الله هو اللي حيحاسبه. إنما نقول مرة أخرى أنه أي مجتمع في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الذي يحدد هذه كل سلوكيات الإنسان. إنما مرة أخرى أقول إنه الإنسان حر في اختيار ما يشاء في داخل إطار العرف العام الموجود في المجتمع. يعني إذا في مصر أيها الطيب سمحوا للشذوذ الجنسي فأنتم توافقون على الشذوذ الجنسي. في تركيا أردوغان معروف محسوب على الإخوان المسلمين، فإذا لأن أردوغان موافق على الشذوذ الجنسي هناك وأنها حرية والمثلين لهم حريتهم، إذا أنتم ما عندكم مشكلة في قضية الشذوذ الجنسي. بس أنا بسأل الأمين عام تنظيم الإخوان منير، يا أستاذ منير، الشذوذ الجنسي حلال؟ يعني عند الإخوان حلال وحسب قانون الدولة؟ إيه الكلام ده؟ ده مخالف للشرع والدين، ده المفروض يقام عليك حد. نفس النائب سأل